تم إلغاء الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع محل بمدينة ورزازات. مرحبا بكم في ورقة اليوم الثاني التي ستتكون من 4 ورقات. الورقة الأولى هي لسيد إبراهيم أبطال، أستاذ بثانوية سيدي داود التأهيلية، حول فلسفة السياسة. الورقة الثانية هي للسيد مصطفى قوقول، أستاذ الفلسفة بثانوية محمد السادس التأهيلية، حول الغيرية في المشروع الفلسفي لليفيناس. وورقة أخرى حول علاقة الفلسفة بالفن للسيدين محمد وحدوشو ويوسف حماتي من ثانوية أبي القاسم التأهيلية بمدينة أبي سكور. ننتقل اليوم إلى الآن إلى ورقة ثالثة، وهي في حول علاقة جميلة داخل المدينة أو في محور أو في موضوع الفلسفة والمدينة، هي علاقة بين الفلسفة والفن. يقدمها الزميلان محمد وحدو يشو والزميل يوسف حماتي من ثانوية أبي القاسم التأهيلية بسكورة. فليتفضل مشكورين. أولا السلام عليكم، أود أن أشكر من خلالكم السيد الرئيس على هذه الفرصة التي أتاحها لنا لنتدخل في موضوع أساس يتعلق أولا بعلاقة الفن بالفلسفة أو علاقة الفلسفة بالفن إن شئنا. أولا سأبدأ منهجيا بمجموعة من النقاط التي يجب التذكير بها أولا لكي نستمر لنروم في الموضوع في نهاية المطاف من أجل مقاربة هذه المسألة. أولا دواعي الموضوع. دواعي الموضوع تأتي هذه المحاولة في نهاية المطاف في إطار مجموعة من المحاولات ضمن الدواء تتعلق بالفلسفة والمدينة، ونظرا لخصوصية مدينة ورزات التي تتميز كأرضية بالفن وبالشق ديال السينما، بالضرورة ارتأينا أن نتناول هذه العلاقة. عناصر العرض في هذه الورقة، سنتناول 3 نقاط أساسية. سنبدأها أولا بتحديد المفاهيم، بمعنى تحديد كل من مفهوم الفلسفة، ثم أيضا تحديد مفهوم الفن، لننتهي إلى أي علاقة تجمع بين هذين المفهومين. في النقطة الثانية سأحاول أن أتطرق لمسألة أساسية، وهي حضور الفن في تاريخ الفلسفة، انطلاقا من قراءة كتاب ميلاد تراجيديا من فن الموسيقى للفيلسوف الألماني فريدريك نيتش. ومن ثم سنتطرق إلى نقطة ثالثة تحاول أن تربط الفلسفة بالفن كفن للعيش. الإشكالية التي سننطلق منها هي أي علاقة للفلسفة بالفن أو للفن بالفلسفة؟ أولا الفلسفة ككلمة يونانية مشتقة من كلمتين فيلو وصوفيا، أي محبة الحكمة، وأصلها بالنسبة لكل من أرسطو وأفلاطون هو الدهشة التي أتاحت للإنسان أن يتفلسف وأن يسأل حتى يتحاشى الجهل. فتجربة الموت والألم بالنسبة للإنسان هي التي تدفعه للبحث عن مأمن وتدفعه للبحث عن معنى يملأ حياته. فالفلسفة هي المحاولة المنهجية التي تسعى لإدخال العقل في العالم، لذلك نجد أفلاطون يحدد موضوعاتها في 3 موضوعات، هي الحق، الخير، ثم الجمال. إلا أن ما يهمنا هنا هو الجمال بالضرورة. ثانيا تعريف الفن. الفن حسب إيمانويل كانت في كتابه نقد ملكة الحكم هو مهارة إنسانية تتميز عن الحرفة، تتميز عن العلم، تتميز عن الطبيعة. لذلك يعرفه كانت بأن بالتقابل مع الطبيعة. فالعمل الفني يتميز بوصفه عملا مقصودا عن نتاج طبيعة بوصفه أطارا حتميا. والفن هو ذلك العمل الذي يحصل بحرية تضع العقل في أساس كل نشاطاته وأفعاله، ويتميز عن الحرفة باعتباره متحرر، ويتم تحقيقه لغائيته ونجاحه يتم باعتباره لعبة نشاط ممتع.
يتضح مما سبق أو يتضح من خلال تحديد المفهومين أن الفن اقترن بالتفكير الفلسفي طيلة تاريخه الطويل، ويمكن أن نجد تجليات للفن في كثير من المنظومات الفلسفية. فمثلا نجد عند أرسطو في كتابه فن الشعر حديث عن الفن، ونجد أيضا في الاستيتيقة الهيجيلية تجليا للفن من داخل الفلسفة، كما نجد أيضا الموسيقى حاضرة بقوة في فلسفة شوبنهاور وغيرهم من الفلاسفة. إلا أن مقاربتنا هذه ستركز بالضرورة على حضور الفن في الفلسفة انطلاقا من الكتاب ميلاد التراجيديا لفريدريك نيتش. حاول نيتش من خلال محاولته بعد التصورات اليونانية حول الفن لتجاوز طرق أخرى طغت على التفكير في موضوعات العالم كالتفسير الأخلاقي الذي أرسته المسيحية، وكذلك طريق الأخلاق الذي حاول سقراط تبنيه. لذلك اقترح نيتش العودة إلى الإرثي الإغريقي وإعادة بعث وإحياء هذه الطرق، والتي من بينها طريق الفن كعودة إلى الحياة، لأن هذه الحياة أصلا تقوم على المظهر وعلى الفن وعلى الخداع وعلى الألم. وهذا ما اتضح لنيتش من خلال تلهف اليونانيين نحو الجمال. يقول نيتش على لسان الموسيقي فاغنر: إن مبرر وجود العالم وجود أو جمال وفقط. ويقول أيضا: لنترك هؤلاء الناس الجديين يفهمون أني مقتنع بأن الفن هو الواجب الأسمى. لذلك وصل نيتش إلى كون الفن الإغريقي يصف الوقائع بمعاني أكثر صدقا وأكثر أصالة، رغم أنه ارتبط بالآلهة وبالطقوس الدينية عند اليونان. وقد حاول نيتش الوقوف عند هذا الفن من خلال التقابل بين النقيضين أبولون أو إله القياس العقلي وديونيزوس إله النشوة والهديان. فإله الفن أبولون تمخض عنه فن النحت، أما ديونيزوس فتمخض عنه فن الموسيقى، رغم أن نيتش سيعود لينتصر للثاني على الأول، كما ظهر أيضا عند الإغريق الشعر باعتباره رؤية حلم، والذي كان مصدره الوهم الجميل، والتي متى ولد إلا وكان الإنسان فنان، وهذا هو شرط وجود الفنون البصرية اليوم. يتضح إلى حدود الآن بأن الأرضية الإغريقية كانت بمثابة الأرضية التي ظهرت فيها مجموعة من الفنون كالشعر والموسيقى وفن النحت والمسرح. هذه الفنون سيعتبرها نيتش فنون نابعة من الطبيعة بدون تدخل الإنسان. ويذكرنا نيتش هنا بمثال ذلك الراعي الذي يعزف على قطارته باعتباره ممثلا للطبيعة البكر بلغته. إذن يتساءل نيتش: كيف تم تطوير هذه الدوافع الفنية؟ وما علاقة الفنان بالنموذج الأصل لدى الإغريق؟ سيصل نيتش إلى كون الموسيقى ديونيزوس في الفن، وكذلك المهرجانات والألعاب الأولمبية والمسرح والشعر الغنائي والكورس كإبداعات للإنسان نابعة من محاكاة الفن الأصلي انطلاقا من الجسد والرموز. نستنتج وفي الأخير إلى أن الأرضية اليونانية كانت الأساس المساهم في ظهور مجموعة من الفنون كطريقة لترويض الحياة بواسطة الفن والكوميديا، وكذلك طريقة للتعبير عن الواقع. فالفن يصف الوقائع، ثم من خلال الكورس استنبط اليونان مثلا المسرح من خلال التمثيل لوجود حقيقي. هذه بمثابة أرضية سنناقش من خلالها تصور فريدريك نيتش لمسألة الفن وكيف ظهر عند الإغريق. في النقطة الثالثة سأحاول أن أعطي لزميلي الفرصة لكي يبين أي علاقة للفن بالمدينة أو بصيغة أخرى الفن كتجليات للحياة داخل المدينة، فليتفضل. مشكورا. شكرا. بداية أتوجه بخالص عبارات الشكر والامتنان والمحبة والاحترام لأعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع مدينة وزازات، وكذلك لباقي الأساتذة والمدرسين في كافة التخصصات والمجالات الحاملين لهم المعرفة والعلم
والمكونين للجامعات، دون أن أنسى بطبيعة الحال السيدات والسادة الحاضرين مع حفظ الأسماء والألقاب والمقالات. مداخلتي أيها الحضور الكريم استمرارا لما تطرق إليه الزميل تأخذ ميسمة وعنوان الفن فنا للعيش. الفن فن للعيش هو استعارة لإحدى العناوين التي أعطاها المفكر المغربي والأستاذ المحاضر بسلام بن عبد العالي لإحدى مؤلفاته في الموضوع، أقصد علاقة الفن بالفلسفة، وهي مداخلة قصيرة ومقتضبة تقارب سؤالا جوهريا يرتبط بالمدينة لا سيتي. مفاده: بأي معنى وإلى أي حد يمكن أن يكون الفن كالتجلي من تجليات الفلسفة وروح التفكير الفلسفي منهجا أو أداة تمكن الإنسان من عيش حياته داخل المدينة وفق السداد والاستقامة؟ وهو سؤال يجد أساسه ومنطلقه من قول الفيلسوف الفرنسي المعاصر ميشيل فوكو في إحدى مؤلفاته، يقول: إن ما يدهشني هو أن الفن غدا شيئا لا علاقة له إلا بالأشياء وليس بالأفراد أو بالحياة، ولكن ألا يمكن أن تغدو حياة كل فرد تحفة فنية؟ لماذا يكون المصباح أو المنزل موضوعين للفن وليست حياتنا كذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال المهمة أقول ما يلي: في بدء الحديث عن مشاكل المدينة لاسيتي وحضور الفن وحضور الفلسفة كفن داخلها، سأنطلق من فاصل تاريخي يعود بنا أصله إلى مرحلة الفلسفة بنت المدينة، فلسفة الحكيم أفلاطون، بالضبط في كتابه محاورة الجمهورية التي موضوعها قضية العدالة في المدينة أو الدولة. قد يتساءل السائل أو قد يقول قائل بأن تصور أفلاطون حول المدينة هو تصور مثالي حالم يتحدث عما يجب أن يكون ولا يرتبط بما هو كائن. والحق أنه في نظري جوابا عن ذلك لا وجود البتة لفكرة في ذهن الإنسان لا ترتبط بالواقع، ما دامت هذه الفكرة تحتج على هذا الواقع تسبر أغواره وتريد تغييره. أفلاطون عندما تكلم عن السياسة أو الإدارة أقر جازما بأنها من حيث التعريف علم وفن، وأكد أن الفرد داخل المدينة من الواجب عليه أن ينذر حياته لهذا العلم والفن، ويعد إعدادا تربويا طويلا بهذا العلم والفن. فتربية الأطفال في العشرية الأولى من حياتهم في نظر أفلاطون يجب أن تقوم على الرياضة في البداية، أن تقوم على الرياضة، وذلك بأن يقام في كل مدرسة ملعب وساحة رياضية، ويشغل اللعب والرياضة البدنية كل منهاج للتربية والتعليم، كذا يقول أفلاطون. ولكن بعد ذلك ينتهي في تصوره ذاك إلى نتيجة مهمة تقر بأن الرياضة البدنية والتدريب الجسدي وحده لا يكفي ليكون الطفل مواطنا صالحا، لا تكفي ليكون الطفل داخل المدينة مواطنا صالحا، بمعنى أن يكون حكيما أو أن يكون شجاعا أو أن يكون عفيفا. ونعرف بأن هذه الخصال هي فضائل في نظر أفلاطون، وهذه الفضائل هي وسط بين رذيلتي
رذيلة إفراط ورذيلة تفريط. فأن يكون حكيما باعتبار الحكمة فضيلة، فضيلة بين الخب والبلاء، وكذلك أن يكون شجاعا باعتبار الشجاعة فضيلة بين الجبن والتهور، وأن يكون عفيفا باعتبار العفة هي وسط بين الجمود والشرع. كل ذلك داخل المدينة، وذلك لأن هذه الرياضة تجعل من هذا الطفل داخل المدينة فردا خشنا ومتطرفا، بما تحمله كلمة تطرف من معاني ودلالات معاصرة تنتهي بالدولة أو المدينة إلى الانحسار والانتهاء بعيد القيام. ليقدم أفلاطون حلا لهذه المشكلة بعد ذلك، عبر عنه في قوله مخاطبا جولوكون: نحن لا نريد شعبا من حملة الأثقال والمصارعين وفائزي الجوائز والميداليات من أبطال الرياضة. يقول: قد تحل الموسيقى مشكلتنا هذه، إذ تتعلم الروح عن طريق الموسيقى الإيقاع والانسجام والتناسب ومحبة العدل، ولا يمكن لشخص تم بناؤه بطريقة متوازنة ومتعادلة أن يكون ظالما. انتهى كلام الرجل. في هذا القول وجب الانتباه للحضور الكريم إلى أن أفلاطون لا يقتل ولا يقبر الرياضة أبدا، فهو يقول: بناء الشخص بطريقة متوازنة، بمعنى لا يجب الإفراط في الموسيقى لأن ذلك خطير على المدينة كالإفراط في الرياضة، كما أنه مجرد الاقتصار على الرياضة يحيل الإنسان إلى وحش شرس أكال لبني جنسه أو بني جلدته، فالاقتصار على الموسيقى كذلك يضعف الإنسان ويلينه ويفقده قيمته. ولا بد إذن من حيث المحصلة من الموسيقى والرياضة معا لكي تتحصل الغاية من التربية، وهي العدالة والاستقامة. في هذا الصدد يقول أبي حامد الغزالي حجة الإسلام في الإحياء: من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. إن المستفاد والمستخلص من هذا الفاصل التاريخي الفني الفلسفي ربطا بحاضرنا، بمدينتنا التي نحيا فيها ونتنفس، بما تحمله هذه المدينة من دلالات فلسفية تحيل على الحضارة أو الحاضرة إن استقام تاليفنا لكلمة سيدي، والتي أقول فيها ما كتب الشاعر أو الناظم شاعرا: قد يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. المستفاد هو أن الفن بوصفه شكل من أشكال الوعي الاجتماعي والنشاط الإنساني، يعكس الواقع في صور رمزية مثل الموسيقى، مثل المسرح، مثل الرسم والشعر وغيرها كتجليات له. هو كذلك أداة وصناعة لتربية النشء داخل المدينة على قيم الإنسانية. فالموسيقى على سبيل المثال التي تحدث عنها أفلاطون ليست من نوع الموسيقى المبتذلة والمنحطة الكثيرة في واقعنا، والتي تخاطب الجسد والمادة أكثر مما تخاطب العقل والروح. إنها من جنس تلك الموسيقى التي تحدث عنها تلميذه أرسطوطاليس قائلا: الموسيقى أسمى من أن تكون أداة للهو والسرور، فهي تطهير للنفوس وراحة للقلوب. المدينة اليوم بما تعيشه من تطرف ديني وأخلاقي واجتماعي وسلوكي في غطاء ديمقراطي يرفع شعار المجتمع المدني، والذي سيتحدث عنه الزميل في مداخلتي اللاحقة، لا معنى ولا قيمة لها اليوم ما لم
يكون هناك فن وتكون هناك فلسفة. أكثر من ذلك، فإن تصورها لمضمون شعارها الذي ترفعه سيظل ناقصا ما لم تحضر الفلسفة كفن للعيش والحياة، كنوع من العلاج لأمراض العصر ومقاومة لأشكال الزيف والتحريف التي طالت عقل وذاكرة الإنسان المعاصر. فالمجتمع المدني هو أولا وقبل كل شيء مجتمع المدينة، والمدينة في روحها وعمقها فلسفة وفن يحركها. إنما تعيشه اليوم بعض الدول الإسلامية في المشرق والمغرب من أزمات سياسية واجتماعية خانقة مردها في نظرنا تلوث الفكر وسيادة الوصاية وادعاء امتلاك الحقيقة. مردها قتل المجتمع المدني، قتل الغيرية، وقبلها قتل الإنية. فالإنية بمعناها الفلسفي الديكارتي في العالم الإسلامي لم تؤسس بعد، وسبة الدهر وقاصمة الدهر في مقرراتنا وفي أدوات تربيتنا وتواصلنا اليومي هي أننا نتحدث عن الاجتماع والغيرية أكثر من حديثنا عن الإنية، مع العلم أن هذه الإنية هي أساس هذه الغيرية. إذا كان ذلك كذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد بقوة هو: كيف نتحدث اليوم عن ما بعد الحداثة في مدينة بين قوسين أو مجتمع لم يدخل بعد الحداثة؟ كيف نتحدث عن كونت أوغست كونت ونحن لم نستوفي بعد فهم ديكارت؟ يقول ديكارت نفسه وبه الختام في كتابه مبادئ الفلسفة: وحدها الفلسفة تميزنا عن الأقوام المتوحشين والهمجيين، وإن حضارة الأمة وثقافتها إنما تقاس بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها. تفلسف ينبغي أن يجعل من الفن بتجلياته ومظاهره الموسيقى والمسرح والرسم والنحت والسينما والشعر قاطرة للتنمية الفردية والاجتماعية، وذلك ما وضحه إرنست فيشر في كتابه ضرورة الفن قائلا: فالواضح أن الإنسان بحاجة إلى أن يكون أكثر مما هو، فهو بحاجة إلى أن يكون إنسانا كليا ويسعى إلى عالم أكثر وضوحا وعدلا، إلى عالم يكون له معنى وهو يثور على فكرة فنائه داخل وجوده المحدود، وأن يوحد هذه الأنا المحدودة بوجود جماعي عن طريق الفن، وأن يجعل فرديته اجتماعية. أقول ما تسمعون. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذين الفاضلين محمد بوحدو يشو ويوسف حماتي حول هذه الورقة، حول علاقة الفلسفة بالفن التي انقسمت إلى ورقتين. الأولى الأستاذ محمد بوحدو يشو حاول فيها أن يعرف بالفن التي عندك بخصوص اعتبار الإنتاج. شكرا أستاذ مصطفى. قبل أن أعطي الكلمة للأستاذين محمد يتحدث وإسحاق ماتي لرد، أذكر فقط بأن المساء ابتداء الساعة الثالثة مساء ستكون هناك أمسية فنية مسرحية ووتر أنغام وقراءة شعرية، دعوة مفتوحة لكم. الآن للمتدخلين محمد حديوش ويوسف حق التفاعل. شكرا سيدي الرئيس، واشكر ايضا كما اتمين كل المحاولات في نهايه المطاف التي حاولت اغناء هذه الورقه. لدي تفاعل في مجموعه من النقاط التي ساتطرق لها تدريجيا نقطه نقطه. اولا ساتطرق لمساله نقط التشابه او التعارض بين النزعه الرومانسيه في الادب ونزعة الفلسفية ديال فريدريك نيتش وهو يحاول بعث التصورات الإغريقية حول الفن. يمكن أن نقول بأن هناك نقطة اختلاف
أولى يجب أن نتفق عليها جميعا هي المسألة ديال الكون فن نظرة جديدة للحياة بعيدا عن التصورات ديال العقل والتصورات ديال الأخلاق المسيحية. هذه تجربة، هذه نقطة أولى. لكن على مستوى التصورات تم اختلاف جذري، على اعتبار أن المسألة ديال الرؤية الرومانسية في نهاية المطاف التي تتمثل أيضا في التصورات ديال جون جاك روسو وغيرهم من داخل الفلسفة تعود بنا إلى الطبيعة، تمجدها، تعتبر الطبيعة هي الأرضية الصحيحة التي يمكن أن ننطلق منها فيما يخص تناولنا لأي رؤية فنية، في حين أن فريدريك نيتشه المشروع الفكري ديالو اتجه برمته نحو واحد إعادة ديال النظر حول مسألة الحياة وكيف نقاربها انطلاقا من الفن، بمعنى أن الفن ارتبط عنده بالتراجيديا وبالألم على غرار الإغريق، وهذا ما يفسر حنين نيتش ومعه هايدغر إلى التصورات ديال الفلسفة الإغريقية ما بعد أو ما قبل اليونانية، لأنها تعبر عن الفكر. ولا أخفيك سرا بأن هناك إشكالات في الفلسفة لا زالت تطرح نفسها حتى اليوم، فقط أن نفرق مع هايدغر بين إشكال بين الفكر والفلسفة، أرى إشكالية عميقة جدا، والعلاقة دياله بالشعراء إلى غيره ذلك. فيما يخص الفن، الفن هل يحمل رسالة بطبيعة الحال؟ لأنه نيتش اعتبر الفن أنه هو الذي حاول أن يعبر عن كل التصورات الواقعية ديال الإغريق. وأحيطك علما كيف ظهر المسرح كالأب ديال الفنون إلى غير ذلك في الساحة الإغريقية. سؤال آخر، هل إبداع الأعمال أو المنحوتات تعتبر أعمالا فنية؟ كما قلت المنظومات الفلسفية كلها تعتبر الفن ما هي إلا تعبير عن أفكار واقعية تعبر عنها بطرق أخرى تختلف عن الفكر، تختلف إلى غير ذلك. فيما يخص السؤال ديال محمد السعيد، ثقافتنا لا تتسامح مع الفن. أولا، في أي فكرة فلسفية كما أرصد ذلك المثالية منذ أفلاطون إلى التصورات ديال فريدريك هيجل في المثالية الألمانية، لأي شيء واقعي أو لأي فكرة لابد من تأثير نظري. قبل ما يكون عند أي شيء لابد من فكرة أولا يتم تجسيدها واقعيا. واش عندنا التصورات التي حملها الألمان حول الفن؟ هذه إشكالية. واش التصورات ديال الاتجاه الرومانسي في الأدب عندنا باش نحاولوا نتصالحوا مع عدواتنا انطلاقا من طريق جديد للتفكير يتعلق الأمر بالتفكير بالفن عفوا، هنا نطرح جملة من العلامات ديال الاستفهام اللي يمكن لها دخولنا فعلا، واش يمكن لنا نوصلوا لهذا المعطى. السي محمد أدراكي مشى في الطرح ديال واش العمل الفني تتجلى جماليته في نهاية المطاف في ذاته أم في الجمهور أم في العمل بحد ذاته إلى غير ذلك. هنا نيتش بالضرورة في ميلاد التراجيديا تيحلنا إلى واحد المعطى ديال أن الجمهور هو الذي يعطي معنى للفن انطلاقا من, 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 من المسرحية، لأن الإغريق عبروا على الأفكار انطلاقا من الواقع بحضور الجمهور، وعبروا عن أفكار واقعية انطلاقا من قالب آخر ضدا على السقراطية ضدا على الأخلاق ديال المسيحية إلى غير ذلك. وشكرا. السلام عليكم مرة ثانية. بالإضافة إلى ما قال الزميل وكذلك جوابا عن سؤالي المتدخلين السي العربي أبونا وكذلك التلميذ الجليل، سؤال مفاده هل الفن بحاجة إلى أن يحمل رسالة؟ وبصيغة أخرى، هل الفن يجب أن يحمل رسالة؟ أعتقد بأن الرسالة أولا قد تكون إما رسالة إيجابية أو قد تكون رسالة سلبية، والفن في نهاية المطاف الذي لا يهدف إلى تغيير الواقع وإلى تحويل هذا الواقع من واقع سيء إلى واقع حسن وإلى واقع جميل، أعتقد أنه فن بالاسم وليس فن بالفعل. الفن منهج وكذلك أداة لتغيير
الواقعي. كما يقول نيتش: الحياة بدون موسيقى خطأ. وأنا أقول: الحياة بدون فن بالإجمال، بما يختزله هذا الفن من شعر، من مسرح، من موسيقى، من نحت وما إلى ذلك، هو خطأ يجب تصحيحه. وهذه وظيفة ومهمة المجتمع المدني، مهمة المؤسسات التعليمية التي يجب أن تضع نصب أعينها هذا الفن من أجل بناء أجيال الغد. وهذا ما تعمل عليه الجمعيات المجتمع المدني كمقاربة تشاركية من أجل صناعة هذا المجتمع المدني. ولا يمكن أن نصنع هذا المجتمع المدني بشكل كلي إلا وتوقفنا عند مشكلات هذا المجتمع وإلى أجزاء هذا المجتمع من منظور بنيوي، وهو الفرد. وبالتالي هذا الفرد يجب أن نشتغل عليه ليكون شخصاً، أن يتحول من فرادته ليصير شخصاً يتحدد بثلاث مقومات، هي الوعي والحرية والمسؤولية. ما لم يكن هذا الشخص هذا الفرد وعياً، فإنه في نهاية المطاف سنقرأ أو سنصلي صلاة الجنازة على المجتمع المدني بالإجماع. الإنسان أعتقد بدون الإنسان بدون فن هو حجر وعقل جامد، وبالفن قلب ينبض بحياة. وبالتالي قد نجد إنسانا كما ذهب إلى ذلك أفلاطون، إنسان في نهاية المطاف يتوقف همه ويتوقف فعله في المدينة على الرياضة والاشتغال على المادة، ولا يشتغل هذا الإنسان على البعد الروحي فيه، باعتبار هذا البعد هو جوهره الذي يشكله وجوهره الذي يميزه، الذي به يرتقي من الحيوانية إلى الإنسانية، أو كما قال الغزالي: الإنسان خلق على منزلة وسطية بين البهيمة والملك، وهو يريد النفور من البهيمة والتقرب من الملك، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالتخلية والتلية، تخلية قلب الإنسان من الأخلاق الرديئة وتحليته بالفضائل الحسنة التي تبلغه مراده وبغيته. والمتنبي أبو الطيب يقول بيتا جميلا في الحقيقة: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. هذا الإنسان بعقله، وهو ما نقول في الفلسفة أنه به يتميز وبه ينفصل، بعقله قد ينزل الإنسان دركة خس وأحقر من دركة الحيوان ذاته، وبعقله قد يرتقي إلى درجة أفضل من هذا الحيوان. فعقل الإنسان عقل مكتسب، عقل ثقافي، وعقل الحيوان عقل طبيعي، عقل فطري، والعقل بينهما يقال بالاشتراك ويختلف في الدرجة. هذا الإنسان عندما يستعمل عقله بشكل سيء فإنه يعيش الشقاوة، وعندما يستعمل عقله بشكل جيد فإنه يعيش السعادة. لذلك مسك أفلاطون العصا من الوسط حديثا عن الفضيلة، فقال: إنها وسط بين رذيلتين، رذيلة إفراط ورذيلة تفريط. أرسطو. وبالتالي على الإنسان كما قال ديكارت: ليس المهم أن يكون لدى الإنسان عقل، ولكن المهم هو أن يحسن استخدامه. أن يحسن استخدامه، هذا هو الطريق الملكي الكفيل بصناعة مجتمع فاضل، صناعة مدينة تتحقق فيها الإنسانية، انطلاقا من ضرورة اعتماد الفن كآلية وكأداة من أجل صناعة هذا الإنسان. شكرا. شكرا سي يوسف حمتي.
إذن في سياق في إطار يعني في يومين أو 23 و 24 جانفي 2016 انضمت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة الفرع المحلي لورزازات ندوة تحت شعار الفلسفة في خدمة المدينة، موضوعها الفلسفة صور المدينة من خلال 6 ورقات لست متدخلين أو 70 متدخلين. الورقة الأولى كانت حول المدينة كأفق للتفكير، والثانية حول علاقة الفلسفة بالمدينة، والثالثة حول علاقة الفلسفة والدين. هذه الورقات كانت تمت أمس. اليوم في هذه الصبحية وفي هذا الصباح ورقة الثالث هي ورقة الفلسفة والسياسة الغيرية في المشروع الفلسفي لليبيناس، وأخيرا الفلسفة والفن. بهذا نعلن يعني اختتام القسم الأول من النشاط الأول لهذه الجمعية أو لهذا الفرح، فرح متعلق بالنشاط الفكري والثقافي على أساس أن